أولا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أول حصة تدريبية تاع بور بريباري لا فاس روتور. نحبوا نرحبوا بالشيخ تاعنا أبو علام شارف لي ولا لبيتو، إن شاء الله يوفروا له الإمكانيات باش يقدر يعمل في ظروف مناسبة، وكي لابورت حاجة تاعو الفريق هدايا. حنايا كلاعبين نتأسفوا على واش جزنا، الوضعية تاع الفريق لي شوية ديليكات. On essaie مع نو نوفو ستاف كون طرافاي دافونتاج باش نحسنوا موضوعية النادي تاعنا.